خلاص مش انا قاعد معاك بس مش بصري تمام مش تمام تبقى دي في اخر كوكب تاني تبص تاني لو عايز حاجه انا معاك Thank you.
الفيشن اللي فات علمنا ايه؟ علمنا الدي سي، رجعنا مع بعض الدي سي اناليسيس وشفنا ازاي الدي سي اناليسيس بنستخدمه للبي جي تي والمصري. بعد كده شفنا الار سي سيركت وشفنا ازاي الريسبونس بتاع الار سي سيركت مع التايم والاي والصناعي اس تي على الار سي وهكذا. بعد كده رجعنا عزلنا الدايت والدايت العاديه وشفنا ازاي بنعمل. النهارده ان شاء الله نرجع للسمول سيجنال موديل بتاع البي جي تي والمصفت، وبعد كده هنشوف حته كده في الديجيتال ونشوف ايه المشاكل اللي عندكم في موضوع الفان اوت والحاجات دي. طيب اول حاجه السمول سيجنال موديل بتاع البي جي تي والمصفت الاثنين قريبين جدا من بعض. الفرق الوحيد اللي موجود هو في الار بار اللي هي الانبوت ريزيستنس بتاع اللي موجود على الميز، تمام؟ لكن كل حاجه بنلاقي لها انالوجي في الناحيه الثانيه. لما نيجي نبص على الجي ام في البي جي تي اللي هي يعني بتساوي الاي سي على البي تي، والاي سي دي اللي هي ايه؟ البايس كارد بتاعي، والبي تي ده اللي هو 25 مللي اللي هو بيعتمد على الحراره، تمام؟ الار باي بتساوي بيتا على جي ام. طيب يبقى السؤال الاولاني ممكن نساله، لو جاي الاكسبريشن بالمنظر ده ار باي بدل مع 1 على جي ام، يبقى انا ممكن اقول ان الكلام ده بيساوي ايه؟ ليه؟ لان الار باي اكبر 100 مره او 100 بيتا مره اللي هي تقريبا ب 100 من ايه؟ من الواحد على جي ام، تمام؟ طيب الار موديل يا لها قيمه على طول يا بتديك البي ار وبتستخدمه مباشره اللي هو ايه؟ بي ار على الاي سي. التيبيكال فاليوز الحاجات دي قلنا البيتا ب 100، البي تي 25، والبي ايه؟ 25 مللي. الناحيه الثانيه المصفت هو عندنا تو اكسبريشن جي ام، الاثنين شغالين. الاولاني ان هو ميو ان سي اكسايتد على البي جي اس ولا زيت ريشن، يبقى هنا ساعتها ده دي سي. لو اداني البي جي اس ده دي سي ممكن استخدم دي، لكن لو مديني الكارد ممكن استخدم الثانيه دي اللي هي بالايه؟ بالسكوير. الانسايتس بقى اللي احنا بناخدها من الحاجات دي، تعالوا نشوفها كده. لو انا عوضت التكنيكال فاليوز للميو ان سي اكسايتد الحاجات اللي عندي دي اللي انا جايبها من تكنولوجي مش مخترعها. الكارنت مثلا لو افترضت ان الكارنت ماشي ب 10 مللي امبير كارنت دي سي، الجي ام بنلاقيها في حدود الكام؟ اللي هي حدود مثلا 2.5 اوم، تمام؟ 2.5 اوم ده يعني حاله صغيره جدا تكاد لا تذكر، صح؟
بعد كده الاربع 250 لوم ايه دي الضعف تمام. الارنب ما يشبه التخيلات بتاعتها ان 100 كيلو ولا حاجه، لا هي رينج الكيلو اه بس يعني في حدود يعني عند العشرات 2.5 عند العشرة تمام. وتانية مش كبيره قوي، بناخد بالنا بس الموضوع ايه الابروكسيميشن لما باجي بقول ارنب بارلل مع مثلا ار في الدايره، اتاكد بس انه ايه ان ساعتها الار نوت مثلا مش صغيره كده تمام. الموسفت بقى لو جينا جربنا نعوض بقى نلاقي الفضولية في الاخر بس الدبليو على ايه؟ يعني 6 بلس دبليو على ايه؟ 10 ناقص 3 تمام؟ السؤال بقى لو انا الجي ام دي في الاخر بنستخدمها في ايه؟ بتظهر لنا في الايكويشنز كتير لما باجي بطلع الامبليفاير مثلا الاكسبريشن بتاعي يبقى ايه بيساوي جي ام مش عارف ايه تمام؟ لو انا جيت عملت امبليفيكيشن واستخدمت الجي ام بتاعت البي جي تي وبعد كده جيت عملت واحد تاني بالنص وعايز اخلي الاثنين جي ام بيتساوي بعض، اخلي الدبليو ال على الدبليو على ال تقريبا بتساوي ال لو احنا لا ها؟ ليه؟ لا اه اللي هو ليه يعني الرقم ده اللي هو بوينت 4 على كمان ما اعرفش ايه بقى بس هو الرقم ده على الحاجات دي واشوف واجيب له السكوير بتاعه بلاقي الدبليو على ال بتطلع لي 62500 62500 رقم كبير جدا، ده معناه ان انا لو ال بتاعتي كانت 0.8 مايكرو 0.8 مايكرو دي اللي هي التكنولوجيا اللي جايه منها الارقام دي، لو ال بتاعتي 0.8 مايكرو والدبليو عندي بنص سنتي تمام؟ فطبعا حاجه ايه؟ مش في زاويه نهائي. طيب هو الداي دي اللي هي بتبقى فيها السيركل بتاعتي كامله بتبقى كام في كام تقريبا؟ ملي في ملي يعني رينج في رينج مش واحد ملي في واحد ملي رينج ملي في ملي تمام؟ طب متخيلين يعني حتى لو كانت الدبليو طلعت بالسنتي برضه حاجه مش كذا طبعا الضاي دي اللي بتبقى موجوده انتوا بتشوفوها في الاي سي انتوا بتشوفوا الاي سي كبيره شويه مش مالي مالي بس انتوا لو فتحتوها بتلاقوا فيها بس بتاع صغيره كده وطالع منها سلاك دهب اه لبره كده فهي الباكج بتاعت الاي سي هي اللي كبيره ليه؟ عشان تعرف تطلع البنات دي لكن الايدار نفسها كل اللي موجود هي الدايت الصغيره دي لكن كل ده فراغ او مكان بس للتوصيل للسلاك. طيب يبقى ده احنا تاني هنا بناكد على ايه؟ على نقطه موضوع الامبليفيكيشن. الامبليفيكيشن لو انا استخدمت البي جي تي بجيب امبليفيكيشن اعلى بكتير من ده واستخدمت النص اللي احنا عملناه المره اللي فاتت لما رسمت الكيرف اللي هو بالمنظر ده وقلت ان ده اي اس اكس وده اكس تربيع صح؟ خلينا قلنا ان الاي اس اكس الاسلوب بتاعه ماله اعلى بكتير من اكس تربيع، هنا برضه لما جينا على ده الاسلوب سيجنال المودل طلع لي نفس الحل، عشان اوصل لنفس الكيرف انا محتاج ترانزستور بقيم وافيه. طيب بعد كده لما جيت راجع مع بعض على ازاي بنجيب الجين، فانا بيبقى عندي جين بي اوت بحاول اطلع الجين اللي هو بيعمل على بي ام، فيا ان انا بحط سمول سيجنال مودل واحاول اطلع الاكسبريشن ده، يا ان انا ممكن وده الاحسن ان انا اعملها بجي ام ار اوت. طيب الجي ام دي كنا بنطلعها ازاي؟ باخد الاوت اخليه شورت سيركت واشوف الكارنت من البي اوت للجراوند واخده واقسمه على الجي ام، هو ده الجي ام بتاعي. والار اوت شورت سيركت الانبوت اخلي الانبوت شورت سيركت وبعد كده اعمل ايه؟ اطلع الار اوت السين صح؟ من الاوت. طيب هنقعد بقى دلوقتي نقعد كل شويه نحل الدوائر من اول وجديد؟ لا، احنا درسنا شويه شورت كاتس السنه اللي فاتت ممكن نستخدمهم السنه دي برضه عشان ايه؟ نطلع الحاجات بالسهوله. فعندي مثلا هنا الكونفجريشن ده اللي هو اسمه ايه؟ الكومن سورس او كومن ميتال. ليه اسمه كده من كومن؟ ان انا عندي جراوند متوصل على السورس، كومن ميتال عندي جراوند توصل على الميتال. الار اوت هنا بكام؟ بار نوت. وهنا الار اوت بكام؟ نفس الكلام ار نوت. الار ان؟ انفينيتي. الار ان؟
اربعة. طيب كويس جدا. تعالوا نشوف بقى الاربعة دي احنا قلنا ان هي تدي لك ايه؟ 250 اوم، يعني ما حصلتش هيمي، صغيرة جدا صح؟ ودي ايه ريزيستنس اللي انا ببقى نفسي ان هي تبقى انفينيتي. فعشان كده الطريقة اللي انا ممكن استخدمها عشان احول المنظر ده واخلي القيمة دي تكبر هي الديجنريشن. يبقى السبب الرئيسي هننتقل من هنا لهنا، سبب الار ان هنا قليله، وكمان الار اوت تعتبر في رينج كبير لسه مش كبيره قوي. فيقوم ايه؟ ننتقل للديجنريشن. الديجنريشن ده اللي هو ايه؟ ان انا كل الحكايه حطيت ريزيستور ما بين السورس والجراوند، ما بين الميتر والجراوند. تمام؟ الار اوت هنا بقى كان بكام؟ ار نوت 1 بلس جي ام ار اس تمام؟ زائد ار اس. انا في الغالب بعمل الترمينال. تمام؟ طيب الار اوت هنا بكام؟ والار ان هنا بكام؟ الاول انفينيتي زي ما هي ما اتغيرتش. هنا ار نوت 1 بلس جي ام في ار اي بارلل مع ار باي. اشمعنى يعني المره دي ار دي بارلل مع ار باي؟ تعالوا نشوف. لما تيجي هنزل لو جيت وحاولت تثبت الاثبات بعد اللي هو الديجنريشن ده، بتلاقي في الاخر ان اللي فارق معاك هي الريزيستنس اللي انت شايفها في القيمه دي، يعني هو بيبقى ار نوت 1 بلس جي ام في ريزيستنس معينه. الريزيستنس دي هي الريزيستنس اللي انت شايفها من الاميتر للجراوند. تمام؟ ايه الريزيستنس اللي انا شايفها من الاميتر للجراوند هنا؟ مفيش غير الار اس صح؟ هنا هو انا شايف ايه بقى؟ ار اي وشايف ار بار متوصله على البي ام. بس انا لما الار اوت لما بطلع الار اوت بعمل البي ام بخليه جراوند. يبقى معنى كده ان انا طالع من نفس النوت ورايح على نفس النوت، يبقى كده الار اي مالها والار باي بارل لبعض. فعشان كده الار نوت 1 بلس جي ام ار اي بارل على الار. واضح؟ طيب الار ان بقى بكام؟ ار باي بلس 1 بلس بيتا في ار اي. تمام؟ جت منين؟ نحط الموديل. صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ان انا الكرنت اللي ماشيين في الار اي هنا بكام؟ بيتا بلس 1 اي بي صح؟ كل اللي يفرق لو انا جيت عايز اعمل اي موديفيكيشن تحت هنا او عايز اغير شكل معين، الموضوع مش فارق معاه السكه اللي فوق. اهم حاجه اللي فارق مع السكه اللي فوق ان الفولت بتاع النقطه ده ما يتغيرش، عشان لو في ريزيستنس هنا ولا في اي حاجه يبقى ايه الفولت يفضل زي ما هو. فأهم حاجة عن السكة دي ان البولت هنا ما يتغيرش، عشان برضه لما يبقى البي ام بتاع البولت ده يفضل نفس الكرنت ماشي. فأنا ممكن أعمل موديفيكيشن هنا ما يغيرش البولت اللي هنا، هو البولت اللي هنا بيساوي كام؟ مش بيتا بلس 1 اي بيز في الار اي صح؟ طيب لو أنا غيرت الريزيستنس دي خليتها بالمنظر ده، قلت إن هي ريزيستنس قيمتها ار اي في 1 بلس بيتا وإن ماشي فيها اي بيز، هل الدايره اللي فوق دي هتحس باي تغير؟ شايفه لسه البي زي ما هي ما اتغيرتش صح ولا لا؟ طيب عندي لما انا ببقى عندي ام وعندي تو ريزيستورز ان سيريز، مش الكارنت بتاع الانبوت ده بيمشي فيهم؟ الانبوت والكارنت بتاع الاي بيس هو هو اي بيس. يبقى معنى كده الريزيستنس اللي انا شايفها كام؟ ار باي زائد
ار اي في بيتا بلس 1. تمام؟ دي طريقه يعني مختلفه شويه عن الايه الاسلوب العادي اللي احنا نطلع بيه الار. طيب ايه الميزه بقى اللي هنا عندنا؟ ان الار ان الار ان مالها؟ زادت جامد. تمام؟ بقت ايه مضروبه في الفاكتور بتاع بيتا. طيب دي اول نقطه. ثاني نقطه الار نود بدل ما بقت ار نود بقت مضروبه في كام؟ هنا هنا النص سيجنفكت تيرم هو ايه؟ ار نود في جي ام في ار اس. تمام؟ فبرضه الرقم ده عمل ايه؟ ضرب لي الار نود فاكتور كبير. تمام؟ طيب فهي دي المزايا اللي جت لي من الاسلوب ده ان الار اوت زادت قوي والار ان حصل لها ايه؟ زادت برضه. تمام؟ انا شلت يعني شلت الار اي بالكارنت اللي ماشي فيها وقلت ان هي مثلا بتتكلم حاجه زي كده. فده ما يخليش البي يتغير. صح؟ لو ما خلاش البي يتغير يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان الفولت على الريزستنس دي والفولت على الريزستنس ده ما اتغيرش. بس وانا في الاخر بقول لما بيبقى عندي تو ريزستورز الفولت اللي هي ده برضه الفي اكس ده ما اتغيرش ما بيتغيرش. صح؟ يبقى لو الكرنت نفس الكرنت ماشي في الاثنين ريزيستنس والفولت ده ما اتغيرش يبقى معنى كده انه الريزيستنس انا شايفها هنا هي ار بس. طيب ثاني حاجه عندي ايه؟ الدايركت كونكتد ديفايسز. ايه ميزه الدايركت كونكتد ديفايسز؟ ان هي مالها؟ بالظبط ان هي يا ساتيوريشن دايما اللي في النص يا اكتف دايما اللي هي ايه؟ في البي جي تي. كانت اول بنشوفها كام؟ واحد على جي ام ونفس الكلام بنشوف في البي جي تي. طيب ولما كنا بنبص من السورس كنا بنشوف تقريبا قيمه بكام؟ الار اوت برضه واحد على جي ام نفس الكلام واحد. واضح؟ عندي سؤال في الحته دي؟ طيب عايزكم كل واحد يطلع ورا وقلم؟ تمام؟ تبداوا تحلوا السؤال ده. انا عايز دلوقتي اشرحه مره واحده عشان تعرفوا ايه تحلوه. السؤال انا عندي تو كونفجريشن كومن سورس. ركزوا معايا بس في السؤال اللي انا بقوله. عندي تو كونفجريشن الاثنين كومن سورس او كومن سورس او كومن ايميتر. تمام؟ الاثنين نفس الكونفجريشن. البي دي دي هي البي دي دي والار اللي فوق هي الار واحد تي وواحد تي وار سي وار دي. الكارنت اللي ماشي واحد ملي وهنا برضه واحد ملي نفس الكارنت. تمام؟ يبقى هو كل حاجه هي بس اللهم المختلف ايه؟ ان البي جي تي بس قدمناه بالنص. البي ده 100 والار نوت 2.5 كيلو وهنا نيو اكس اوكسايد 127 مايكرو امبير للفولت سكوير والار نوت برضه 2.5. الار نوت هي برضه الار نوت. السؤال بقى عايز تجيبوا لي الار ان والار اوت والجين. تمام؟ كاكسبريشن مش عايزها ارقام. وبعد كده تحاول تطلعه تعمل على ايه؟ اللي تخلي ده بقى عايز رقم. اللي تخلي الجين بتاع البي جي تي هو الجين بتاع مصر. الكلام اللي تحلوه على ورقه انا هاخدها منكم دلوقتي بعد 5 دقائق، انا هاخد منكم الورقه، تمام؟ فما تبقاش مكتوب في ضهرها حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه، الناس اللي معهاش كالكوليتر. تعمل على ايه؟ الاختبار كاكسبريشن. يعني ايه؟ 7 في 5 زائد 2 مش عارف ايه، الاكسبريشن كله ارقام بحيث ان انا كل اللي اعمله ان انا اخد الاكسبريشن ده احطه على الاله اطلع الرقم بتاعه. ده بيعني ايه؟ لكن ما تسيبليش كده معادله حاجه بتساوي حاجه وتقول لي ايه؟ هو ده الحل. تمام؟ اتفضل. طيب نحلها ازاي بعد؟ هنا البي جي تي الار ان بكام؟ الار بار والار ان في الموسفت انفينيتي. الار اوت في البي جي تي الار بالظبط فرق المعايير مع الار سي. ما حدش يجي يقول ان الاثنين الار نوت اكبر بكتير. لسه قايلها هنا الار ده 2.5 ودي 1. طب ازاي 2.5 كيلو 1 كيلو ازاي يبقى ازاي كبيره قوي؟ هنا برضه الار اوت بتساوي كام؟ ار نوت بلل مع الار دي. طيب وبعد كده الجي ام عشان اطلع الجيم. الجي ام دي انا هحسبها ازاي؟ هرسم يعني مش مطلوب دي مش بنعرفها بمجرد النظر. فهرسم الموديل عندي اهو ادي الفي اوت
وبعد كده هنا الكارنت اللي هو اي مود صح. بعد كده بعمل ايه؟ عندي ار سي فوق، الار سي اللي فوق متوصله على الجراوند. ليه متوصله على الجراوند؟ لان بعمل شورت سيركت للدي سي صح ولا لا؟ طيب وبعد كده الار مود متوصله على الجراوند. بعد كده عندي الكارنت سورس اللي هو عباره عن جي ام في بار على جراوند، والناحيه الثانيه اللي هي الجي ام كنت على الار واي على الجراوند. تمام؟ هل الكارنت اللي موجود اللي هيسحب السلك ده خلاص اللي هو جاي من هنا، هل الكارنت اللي ساحب مسحوب في السلك ده ساحب من هنا او من هنا حاجه؟ ليه لا؟ لان هو بقى ايه؟ مع شورت سلك، فهو ده اللي هيدوم هنا عندي صح ولا لا؟ تمام؟ ويبقى بالتالي الكارنت ده بيساوي ايه؟ نقل العكس عكس الاشاره يبقى ماينس جي ام في الفي باي. الفي باي اللي هي هي الفي ام، يبقى ساعتها بقى جي ام كابيتال اللي هي بتساوي اي نوت على بي ام تساوي كام؟ ماينس جي ام. يبقى جي ام بتساوي ماينس جي ام هنا. في النص الار باي بس هي مش موجوده، هل فرقت معاه اصلا في الاناليسيس؟ هي هي كل حاجه. يبقى جي ام بس هو ماينس جي ام، ويبقى هنا الجين بيساوي ماينس جي ام في الار نوت بدل مع الار سي، وهنا نفس الحكايه ماينس جي ام في الار نوت بدل مع الار. تمام؟ بس التابع العين كنا عاملها ازاي؟ اعوض هي هنا الترم ده هو بالظبط الترم ما تضليش غير الجي ام. فالجي ام هنا بتساوي كام؟ بتساوي اي سي على دي تي، والاي سي انا مش جايه لك اهو، دي تي اللي هي 25 مللي بيساوي الجي ام هنا بتساوي كام؟ جاز 2 ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال تي اي، والاي انا جايه. انا كل مشكلتي بس النهارده الناس تغلط فيها كتير، انا بيجي يعوض بالارقام من غير وحدات. طيب ليه؟ ما ده مني وده مني ماشي منطقي، مني ومني طياره واحده، لكن هنا ده مايكرو مني، ليه ما نكتبش الوحدات؟ فدي غلطه شائعه جدا الناس كلها بتقع فيها، دي مايكرو ودي مني، اعوض كل حاجه بالوحدات بتاعت 10 اس 6 10 اس 3، مش هسيب كل حاجه ايه تضرب في الخلاط لوحدها. خلاص؟ طيب ده بالنسبه ايه الجزء الاولاني. جاء الراجل عمل ايه؟ قام شال السلكه دي في البارت الثاني من السؤال وحط ريزيستور. تمام؟ الريزيستور دي قيمتها هنا ار اس بتساوي 1 كيلو، وقيمتها هنا ار اي بتساوي 1 كيلو. ايه اللي اتغير بقى في الايكويشن دي؟ الار ام بكام؟ هنا اهو بانفينيتي. الار ام هنا ار باي بلس بيتا بلس 1 في الار اي. لا تكبس. طيب كويس قوي. الار اوت بكام؟ ار دي بدل مع الدي جنريشن ار نوت 1 بلس جي ام ار اس. طيب وهنا ار سي بدل مع ار نوت 1 بلس جي ام ار اي بدل مع ار باي. تمام؟ طيب انا عايز بس نبص على الاكسبريشن ده. انا عندي هنا الار دي والار اس كانوا في الاول مالهم؟ متساويين 1 كيلو 1 كيلو. تمام؟ جيت عملت دي جنريشن اللي تحت، يبقى معنى كده ان اللي تحت يحصل لها ايه؟ كبرت ولا صغرت؟ كبرت. الار اس الار دي والار اس كانوا مالهم؟ كانوا في الاول متساويين. عملت دي جنريشن للار اس خلاص؟ فايه اللي يحصل الترم ده؟ يكبر قوي صح؟ يبقى معنى كده ان انا ممكن هنا انا عندي الار دي بارلل مع الترم ده، يبقى مين اللي دومينيت؟ الار دي. الار دي ونفس الحكايه هنا الار سي. ليه؟ الار سي والار اي كانوا الاثنين تقريبا في الاول قد بعض. خدت دي وعملت لها دي جنريشن، دي جنريشن بيضرب الترم ده في جي ام ار نود اللي هو رقم كبير. يبقى معنى كده ان الترم ده ماله؟ بقى اكبر بكتير من ده، يبقى ساعتها البالانس ده اللي دومينيت. تمام؟ يبقى في الار اوت اللي دومينيت في الريزستنسز اللي فوق. الجي ام، الجي ام المفروض برضه اعمل موضوع الشورت سيركت بعد حل، بس عشان نقدر اتصال الوقت انا هحط الاكسبريشن على طول ونشوف برضه ايه هنعمله ازاي موديفيكيشن. فهنا جي ام بيساوي ماينس جي ام 1 بلس جي ام الار اس، وهنا جي ام بيساوي ماينس جي ام 1 بلس
ار اي على ار باي زائد ار اي الجي ام. تمام؟ هعمل ايه في السؤال ده؟ هاخد الجي ام دي اقسمها ايه؟ اقسم فصل المقام على جي ام يطلع لي كام؟ ماينس واحد على واحد بلس ار اي على ار باي جي ام زائد ار اي. طيب الترم ده مين؟ واحد على جي ام. لا الترم ده لا واحد على واحد اسمها اللي جنب الار باي في الجي ام ده كام؟ بيتا. يبقى معنى كده الار اي مقسوم على بيتا زائد ار اي تساوي تقريبا ايه؟ ار اي. ممكن اكتب الترم ده خالص صح؟ طيب والواحد على جي ام لسه قايلينها من شويه ان الارقام تبقى في حدود كام؟ 0.4 اللي هو واحد على جي ام يعني 2.5 اوم بالاوم ودي بالكيلو صح؟ يبقى برضو ممكن اعملها في الاخر دي تطلع لي كام؟ ماينس واحد على ار. نفس الكلام اعمله هنا تبقى ماينس واحد واحد على جي ام زائد ار اس اللي هو يطلع لي تقريبا ماينس واحد على ار اس. يبقى ساعتها بقى الجيم بكام؟ ماينس ار دي على ار اس وهنا ماينس ار سي على ار. طيب ايه بقى الملاحظه اللي احنا لاحظناها هنا؟ ان معنى كده ان دلوقتي الجيمز في الاثنين تقريبا بقوا متشابهين. دلوقتي ما بقاش فيه مثلا من حاجه معينه هي الجيم اعلى. الاثنين الجيم فيهم بقى متشابه صح؟ دي اول نقطه. والديفايس نفسه اختفى. يعني مفيش الاكسبريشن بتاع جيم جي ام ار نود مفيش اي معلومات عن الديفايس نفسه صح ولا لا؟ ايه ميزه حاجه زي كده؟ ان الجيم ماله؟ ان الجيم دلوقتي الريزيلينس بتاعته تجاه البروسيس بقت اعلى انه ما بقاش يتاثر قوي بالبروسيس. لو البروسيس اتغيرت درجه الحراره زي درجه الحراره قلت الجيم ماله؟ ثابت شويه. لكن لو كان الجيم اللي هو في الاول اللي احنا طلعناه ده جي ام ار نود الجي ام بتاعت البي جي تي دي عباره عن ايه؟ مش هي عباره عن الاي سي على بي تي صح؟ البي تي ده اللي هو في الاخر مين؟ بيعتمد على درجه الحراره صح؟ درجه الحراره معناها كده لما يزيد او تقل الجين يحصل له ايه؟ يزيد ويقل تمام؟ طيب والكارنت الاي سي ده مش ده كان عباره عن اي اس اي اس بي بي اي على بي تي؟ وكنا قلنا في المحاضره اللي فاتت انه ايه؟ نفس الحكايه ان ده البايس ده البي بي اي ده ممكن يتاثر بالبروس وبالتالي يبوظ وبالتالي ايه؟ يبوظ الاي سي شويه بس بوظان الصغير هنا يعمل ايه؟ يعمل بوظان محترم وبالتالي تلاقي ايه؟ تلاقي جي ام عماله ايه؟ مش ثابته. ده ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان انا مش عارف اجيب جين عالي يعني لا مش عارف اجيب جين عالي ما بعرفش اجيب جين عالي بريسايس يعني ما اعرفش مثلا اجي اقول لك ايه؟ انا عايز 100 الف بالظبط اوبن لوب سنجل ستيج ما اقدرش اطلب منك ان انت تجيب لي مثلا 100 الف كجين بريسايس كده تبقى لي بالظبط. ليه؟ عشان البروسيس والحاجات دي. طب هو في حاجه بنحتاج ان احنا ما نبقاش عايزين الجين بريسايس عايزين بس الجين يبقى كتير وخلاص؟ اه حاجه شبه ايه؟ الاوب امب. تعال نبص على الامب. هو الامب ده كان ايه؟ كان ديفايس كده بي ماينس بي بلس وده البي اوت تمام؟ وقلنا بما ان البي اوت بيساوي ايه؟ جين عالي جدا ايديال يوصل انفينيتي بي بلس ناقص بي ماينس تمام؟ ده اللي هو اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ الاوبن لوب جين. لو فتحت اي داتا شيت عمرك ما بتلاقيه كاتب لك ان الجين بيساوي مثلا 80 جنيه. ما تشوفش ابدا المساوي دي. اما تشوف ايه؟ تشوف اكبر منه. ليه بقى اكبر منه؟ لان ده اللي بيبقى فارق معاك في القدام، انت في القدام في الاخر لو انت هتشغله كابلكيشن حاجات بتاعت الانالوج هتعمل ايه في الاخر؟ زي ما درست في بالك مع الدكتور الاحمر. اللي هو الفيدباك صح؟ نيجاتيف فيدباك بوست فيدباك بيخلي ده اوسيليت مش عارف ايه او كومباراتور والحاجات دي دي ما بتبقاش فارق فيها جيم لكن في النيجاتيف فيدباك بيبقى فارق يعني مش مش معضلتني يعني
النيجاتيف فيدباك لو انا مثلا خدت الدايره دي وعملت لها كده الدي اوت بيساوي كام؟ فاكرين لو دي ار 2 وار 1 نيجاتيف ار 2 مثلا على ار 1 صح؟ ده لو كان الجيم ماله؟ لو كان جيم انفينيتي لو كان جيم مش انفينيتي كنا ساعتها بنقول ان النوت دي ما بتبقاش بتساوي النوت دي بالظبط دي كان النقطه دي بتبقى بتساوي ماينس في اوت على ايه النقط بتطلع اكسبريشن تقريبا بيبقى واحد على واحد بصحة على ايه ما كنتش غلطان المهم يعني ايه ان الايه هنا كل اللي فات معايا ان هي تبقى كبيره وخلاص عشان ارجع للقيمه الاصليه لكن مش فارق معايا الجيم بالظبط فلو هي اكبر من 80 دي بي خلاص انا راضي تبقى 90 تبقاش 90 مش تفرق معايا واضح وبالتالي لما ببقى طالب اوبن لوب جيم جديد بتبقى في الغالب عمر عايز ايه الجيم بريسايز انا ببقى دايما عايز المينيمم بيكون كذا هما ازاي جارانتيو المينيمم ده؟ ان هما يقلوا البي تي مثلا سيئه جدا قالوا درجه حراره عاليه مثلا ومش عارف يبوظوا البايس الورست كيس الورست كيس الورست كيس وبعد كده يحسبوا الجيم لو الجيم كده طلع 80 70 يبقى يجي يقول لك في الداتا شيت ان الجيم اعلى 70 جنيه واضح؟ طيب بالنسبه بقى للجزء بتاع الديجيتال قولوا لي كده ايه انت اول حاجه مبدئيا شفتوا امبارح المحاضره بتاعت الدكتور احمد حسين صح؟ ايه الاخبار كويسه ولا ايه؟ ممكن اعمل تسليم ديجيتال ايه؟ ديجيتال قلت ليه؟ ديجيتال دكتور احمد ايوه عادي انا الاول بس على الدكتور احمد حسين الدنيا عامله ايه كويسه ولا ايه؟ يعني الدنيا كانت مفهومه طيب هو المره الجايه ان شاء الله السكشن هيبقى في اللي هو ايه ان احنا بنحاول نعمل ازاي ديزاين للبي جي تي والديزاين مش ديزاين يعني ايه؟ ان انا هاجي بقى هنا كنا بنعمل ايه؟ بديك مساله واقول لك طلع لي الجيم طلع لي وراها. السكشن الجاي هيبقى بقول لك الجيم اللي عايزه قال اعمل لي ده. سنجل ستيج مثلا ده اللي ريكوايرمنت فبديك شويه ريكوايرمنت وانت بقى اللي بتبدا تحط الدايره والحاجات دي بناء على السنس اللي جاي بسبب الحاجات دي وهو الدكتور احمد حسين بقى قاعد يشرح موضوع الانبوت ستيج والانبوت ستيج الكاركترستيك الساعده عايزينها تبقى الجيم بتاعها عالي جدا لو ستيج الاوت اوت عايزينها تبقى واقعه جدا عشان الكارنت والحاجات دي كلها تمام فهو ده كل ده هو اللي احنا هنعمله بقى في السكشن الجاي ان احنا نبدا نعمل ايه ديزاين من غير هيبقى في وان ستيج وان ستيج مش تفرق بس اقصد ممكن يبقى ريكوايرمنت عندك السؤال يقول لك اعملوها وان ستيج طيب الديجيتال بقى في مشكله في الديجيتال ولا لا؟ هل المحاضره كانت مفهومه ولا كان فيها مشكله؟ اه صراحه انا كنت بعمل فيدباك وبتاع من كام مهم طيب انا بس اللي عرفته ان في مشكله في الفان اوت الفان اوت مش واضحه قوي صح؟ ايه؟ الحته بتاعت السكيل اللي هي حاجه الفيزكس بتاعت المصحف الاس دي مش عارف اضيع فيها وقت هنا السكشن لان بس كل الكلام الجزء ده مش هيجي فيه اسئله في الامتحان كتير يعني مش اصلا انا مش يعني ما اعرفش اسئله الدكتور هيبقى معاك ولا لا بس يعني مش هو ده المهم المهم ان هي الابلكيشن بس ممكن تجيلي في المكتب توريني بس ده وانا اشرحه ماشي في حاجه ثانيه مش انا عرفت ان في مشكله عامه على الناس موضوع الفان اوت ده مش واضح قوي هل في حاجه ثانيه؟ طيب تعالوا نبدا اول حاجه نعمل نشوف ما يسمى بالبيرمننت لوجيك اللي هو دوائر اساسيه جدا وسهله جدا اقصى انواع اللوجيك تمام؟ اسمه بيرمننت لوجيك اللوجيك ده بيبقى معمول يوزنج دايت دايت بس تمام ان واحد وان اثنين دول انبوتس ديجيتال 0 و 5 والمطلوب ان انا اطلع لي البي اوت تمام فبعمل ايه؟ اول حاجه بعمل تروث تيبل تمام وابدا املاه عندي ايه؟ 0 0 5 و 0 0 و 5 5 و 5 تمام اما باجي بحل الدايت عندي ثلاثة ستيبس اللي بمشي زي ما بحل اي ديفايس دي ريجن الدايره عشان ديفايس دي ريجن يبقى عندي ثلاثة ستيبس بعمل ايه اول حاجه؟ باسيوم ريجن بقول ده اون ده اوف ده ساب ده هنا يعني اون اوف ولو في زي ما بيك داون صح؟ يبقى اول حاجه باسيوم ريجن بعد كده
بحلت بحط الموديل وحل الدايره تمام. بعد ما بحط الموديل وحل الدايره واعمل ايه في الحاله؟ هقوم اتشيك على الريجن بتاع الصح ولا لا مظبوط. طيب اول خطوه اللي هي بقسيم الريجن، بدل ما اعمل قسيم للريجن بطريقه عشوائيه في طريقه اللي انا دايما عمال بعملها معاك في السكشن محدش فاهمها، بعمل ايه؟ اول حاجه افصل الدايت تمام، وبعد كده احل الدايت يعني اشوف البي اوت بكام، البي اوت هنا هيطلع بكام صح؟ وبعد كده ايه الدايت فيكسد الدايت. دلوقتي نفترض ان الان واحنا نجرب دلوقتي موضوع الصفر والصفر اول خلاص الدايت فيكسد الدايت. لما اجي احطها على الدايره بالشكل ده ولسه ما غيرتش اي حاجه، اتوقع ان الدايت ده هيبقى اون ولا اوف؟ اوف. يبقى الموديل بتاعه هو من صفر صح؟ صفر وصفر اون ولا اوف؟ اوف. يبقى الموديل بتاعه هو من صفر، يبقى ده كان بكام؟ بزيرو. ما يفهمش ليه شوف الثانيه. الانبوت واحد دي هخليها خمسه تمام؟ هعمل نفس الحكايه افصل، يبقى هنا بيبقى بكام؟ اوصل. خمسة وصفر يبقى ده ايه؟ اون. يبقى شورت سيرت. صفر وصفر يبقى ايه؟ اوف. اوبن سيرت. احب لو يطلع بكام هنا؟ اقوم كاتب النتيجة على طول؟ لا. اتأكد الأول الحل بتاعي صح ولا لا؟ آخر خط. عندي خمسة. خمسة وهنا صفر. يبقى ده هيبقى اوبن اون ولا اوف؟ اوف. يبقى أنا الأسامبشن بتاعي صح. طيب. واحد يجي يتلخبط ويقول لي طب ما هو 5 و5 المفروض يتلخبط هون وبقى 5 و5 يعني المفروض يبقى اوف. ازاي بقى حصل الكلام ده؟ في التشيك لما باجي بعمل التشيك انا عندي ريجن وعندي التشيك تمام؟ الريجن عندي 3 ريجن، عندي اون عندي اوف ولو في زلم يبقى عندي بريك داون صح؟ التشيك في الاون انا اصلا الموديل بتاعي كان شكله عامل ازاي في الاوبن؟ الموديل كان شورت سيرت صح؟ فانا بقى الموديل ده وانا بعمل ديزاين باي ديزاين الديفرنس بكام؟ بزيرو. مش منطقي خالص اجي بعد كده واحط الكونديشن على الجول لان انا عملت له فورس البدايه ان هو يبقى سيرت صح ولا لا؟ امال بقى اعمل كونديشن على ايه طيب؟ على الكارنت. في الاوبن هتشك ان الكارنت في اتجاه الدايت. الاي اتجاه الدايت. في الاوف انا دايت ديزاين عامل ان الريجن الموديل بتاعه ايه؟ يبقى اوبن سيرت. يبقى ما اجيش بعد كده اسال على الكارنت. طب ما هو الكارنت هنا هيبقى بزيرو دايت ديزاين. امال اتشيك على ايه؟ على الفولت. الفولت بتاعه اللي هو الفي دي المفروض يبقى باله. الفي دي بتاعه اصغر من الصفر. طيب في البريك بوينت في البريك داون. البريك داون بتشال بطاريه اسف هنا في البريك داون بيتشال حط بطاريه صح؟ التشيك بتاعه يبقى ايه؟ نفس الحكايه كارنت لان الديفرنس انا مثبته صح؟ كارنت بس يبقى اتجاهه ازاي؟ اتجاه الزمن تمام؟ فدي الطريقه اللي انا بتشيك فيها على كل واحد. فهنا بشرح انا دلوقتي بقول بس حاجه عامه. فهنا دلوقتي 5 و6 مش احنا قلنا ان ده يبقى اون وده يبقى اوف؟ صح؟ والحد طلع خمسه. خمسه وخمسه. ده كان اصلا اون يبقى تشيك على ايه؟ الكارنت صح؟ الكارنت هنا خمسه وريستر وجراوند يبقى بتعرف ماشي ازاي؟ تحت ولا طالع؟ نازل بمعنى كده كان ماشي اتجاه الطريق يبقى مظبوط صح؟ ده كان اصلا اوف يبقى الكونديشن بتاعي بتشيك على الكارنت ولا على الفولت؟ الفولت. الفولت هنا بكام؟ بناقص خمسه اللي هو اقل فاهم من الصفر تمام؟ يبقى الاجابه هنا صح خمسه. هل شايفين ده صغير؟ نفس الحل. والخمسه دي لما باجي بحط خمسه وخمسه هنا بلاقي ايه؟ هيبقى هفصل برضه وتبقى دي صفر وبعد كده اوصل تلاقي الحل برضه تلاقي دي بقى ايه؟ اور جيت. طيب وانا لو كنت عايز اخلي الاور جيت دي 3 انبوت كنت اعمل ايه؟ ببساطه دي ان انا طول الحكايه هزود دايت تاني بس
فالموضوع بهذه البساطه زي بتتكلم الدوائر دي ميزتها الاساسيه ايه؟ ان هي سهله جدا تمام؟ طيب الدائره الثانيه اللي هي بالمنظر ده ان واحد ان اثنين تعالوا نعملها انالسس انا لسه بقولك شوية انه لو انا كنت عايز ازود الانبوت تاني اعمل ايه؟ كنت بزود طيب يبقى الانبوت هنا التروس تيبل بتاعي نفس الحكايه 0 0 هعمل ايه؟ افصل الاجابه دي هتبقى ايه؟ ده البي ار الاجابه هنا ايه؟ 5 اوصل ده يبقى هون ولا اوف؟ وده هون ولا اوف؟ يبقى معنى كده ان البي اوت يبقى بكام؟ لان ده شورت سيركت وشورت سيركت فالبي اوت يبقى بزيرو. صفر وخمسه. اقصى الحل هنا يطلع كام؟ زيرو. وبعد كده اوصل زيرو وخمسه ده يبقى هنا الاوف. زيرو وخمسه. اوف اوبن سيركت ده زيرو زيرو يبقى ايه؟ اقصى زيرو زيرو. اس دي خمسة تمام؟ خمسة الأول اتصلنا طلع ده خمسة، بعد كده وصلنا. خمسة وخمسة تبقى هون ولا أوف؟ اللي هي إيه؟ أومن سيرفر. خمسة وصفر تبقى هون ولا أوف؟ أون اللي هي شورت سيرفر. يبقى البي أول تطلع بكام؟ سيرفر اللي شورت سيرفر دي خمسة. دي خمسة قبل ما أقول لما وصلت. لما وصلت بقى بقت زيرو. تمام؟ بعد كده أعمل إيه؟ تشيك 0 0 وهو اصلا كان هون يبقى انا عايز اعرف اتجاه الكام في اتجاه كده صح؟ 5 و 0 يبقى اتجاه الكام فعلا كده يبقى الاتجاه فعلا في اتجاه ده صح؟ هنا 0 و 5 وهو اصلا كان هون يبقى الكونديشن على ايه؟ على الفولت تمام؟ والفولت هنا فعلا ماينس 5 وهو اقل من الصفر. هنلاقي ان هنا الاجابه فعلا صفر ودي هي ايه بالظبط صفر. طيب 5 و 5 افصل يبقى الرقم هنا هيطلع لي بكام؟ 5 اوصل 5 و 5 ده يبقى اوف 5 و 5 ده يبقى اوف يبقى اوبن سيركت اوبن سيركت يبقى ده اوف 5 دي دايره ايه؟ كويس طيب الدايره دي زي ما قلنا ايه؟ السهوله الشديده اللي موجوده في الدايره تمام؟ ان انا اعملها انا مش عارف ايه وبالتالي محتاجها كتير مثلا لما بيجي نعمل ديسكريت كومبوننتس ومش عايز احط اي سي عشان ما عنديش مكان هما ضربين كده على ده الدنيا كويسة. ايه بقى اللي موجود في الدايرة دي؟ ليه ما ينفعش نعمل بيها بروسيسور مثلا؟ أول حاجة مبدئيا ما ينفعش انفرتر. ما تعرفش تعمل بالكونفجريشن ده ما تقدرش تعمل انفرتر. دي أول مشكلة. تاني مشكلة الباور. الديجيتال الباور بينقسم فيه ثلاث أقسام. ستاتيك باور دايناميك باور وحاجه اسمها سويتشنج باور الاثنين دول مش هتكلم عليهم دلوقتي لما الدكتور يشرحهم ما يوقفوش الاستاتيك باور يعني ايه استاتيك باور دلوقتي هنا في الاكزامبل ده لو كنت حاطط الانبوت 0 و 0 ماشي هل الانبوت بيتغير انا هثبت الانبوت هيبقى الانبوت ستاتيك تمام الليبل ما بيتغيرش يعني مثلا لو دي كانت انا بس ما عملتش عمليه حسابيه عمليه حسابيه عمال بقى اغير صفر وواحد وواحد وصفر عمال بعمل عمليه لكن لو هما ثابتين طول الوقت لكن ما بعملش عمليه يعني البروسيسور ده مثلا ايضا مش شغال هل بقى في باور بتكونسيوم في الدايره دي؟ هل في باور بتتسحب في الدايره دي؟ هو ده لما يبقى 0 0 مش ده كان بيبقى الاثنين دول وقت؟ صح؟ طيب لما يبقوا اون معنى كده ان في كارنت ماشي هنا اللي هو ايه؟ 5 على ار. اه ده في باور في السحر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا مثلا بدات الجهاز بتاعي انا حاطه ما بستخدموش لابتوب وعمال يعمل ايه؟ بيصرف في باور. الموبايل بتاعي كبيري عمال يسخن مولع لي جيبي ليه؟ عشان يصرف في باور. فدي طبعا حاجه سيئه جدا. ومعظم التكنولوجيز الجديده دلوقتي لحد دلوقتي سيتي باور دي موجوده دايما يعني موجوده حتى في احدث التكنولوجيز بس زي ما بقول لكم الحاجه اللي هم بيحاولوا يعملوها ايه؟ ان
هما يخلي السيلف باور اقل 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 واضح؟ تمام؟ ليه؟ عشان ما يبقاش انا ما بستخدمهوش يعني الباور دي مضاره يعني الوات اللي عمال بيدفع ده بسبب الحيطه مضاره ما بستخدموش صح؟ طيب تعالوا بقى نشوف ايه؟ نشوف الجزء الثاني اللي هو الريزيستور اللي هو اسمه ريزيستور فلويد. اللي انتوا خدتوه في المحاضره كان اسمه ريزيستور فلويد لوجيك اللي هو المنظر بتاعه كان عامل ازاي؟ لو انا مثلا عندي ريزيستور كده اللي هي منظر كان عامل ازاي؟ كان في دي ريزيستنس هل تتوقع ان الرقم ده
يطلع اكبر من 100 ده بي سي سي بي سي سي. وبعد كده البارامتر الوحيد اللي ممكن يتلعب بيه بي سي دي عشان تكبر الباص لازم البي سي دي تقلله على الثاني صح. وانت الاخر اصلا بوينت 2 عشان ما تطلعش من الاكتف قول هتخليه صفر وهيفضل اكتف هيبقى كام بي سي سي على بي سي سي ماينس بوينت 0. هل ده 100؟ هل ده ممكن يبقى 100؟ واضح. وبالتالي ده اكيد ماله دي بيتا فورس. ده الرقم ده لو كان ده مثلا بوينت 2 اللي هو اخر الاكتف تمام والساتوريشن لو ده بوينت 2 يبقى معنى كده ان ده تقريبا البيتا فورس بكام؟ تقريبا واحد صح؟ يعني ايه؟ ان الار سي بتساوي ار بي مفيش اي امبليكيشن صح؟ يبقى انا كده عرفت ايه؟ قدرت اعرف هو ساتوريشن ولا اكتف منين؟ من الكارت. واضح؟ هو طلع ساتوريشن ولا اكتف؟ البيتا فورس البيتا فورس طلع بواحد يعني البيتا طلع بواحد يبقى ايه؟ طيب لو كان بقى يبقى معنى كده ان الفولت هنا هيبقى كام؟ بوينت 2 صح؟ عشان ده ساتوريشن صح ولا ايه؟ تمام؟ طيب البوينت 2 دي هتعرف تشغل الترانزستور ده؟ ده عايز بوينت 7 يبقى بالتالي هيبقى اوف ويبقى هنا بي سي سي تاني يبقى انا كده ايه؟ التشين بتاعتي كانت مظبوطه صح؟ دي اول تاني نقطة موضوع الفان اوت. تعالوا نشوف الفان اوت ايه الليميتيشنز بتاعته. الفان اوت تعريف الفان اوت هو عدد الستيجز او عدد اليونتس اللي احنا بنقدر نحطها ان بارل وتسحب من سورس واحد. عدد اليونتس اللي بنقدر نحطها ان بارل والمصدر بتاعها او السورس بتاعها يبقى واحد. اللي بيحد الفان اوت حاجتين تايمينج وفانكشناليتي. يعني ايه بقى تايمينج ولا فانكشناليتي؟ ان معنى كده ان البي سي اي هنا بكام؟ طيب فيبقى معنى كده ان انا لما اخلي بي سي سي طلع لي بوينت 2 اللي هو اي بي سي بالظبط. فهنا بعد يبقى انا كده اثبت اثبت الحته دي اثبت الحته دي يبقى كده المفروض ما كانش شغال. طيب ايه حكايه التايمنج اللي هنا دي؟ تعالوا مثلا نفترض ايه ناخد الاكزامبل بتاعنا ده ونقول ان الحته دي كانت جراوند تمام؟ يبقى معنى كده ايه اللي هيحصل لي هنا؟ ده هيبقى مقفول صح؟ صح؟ كويس. يبقى معنى كده ان انا هيبقى عندي بي سي سي داخل على الريزستور خلينا بس دلوقتي ستيج واحده على ايه؟ على البي سي سي. طيب في ريزستور هنا وده سلك. السلك ده مش في الاول وفي الاخر سلك نحاس معدن. يبقى معنى كده ان هو هيعمل برازيت الكاباستنس مع الجراوند صح ولا لا؟ مش بس كده ده انا عندي كمان في برازيت الكاباستنس موجوده اصلا مع البي جي تي صح؟ ففي كاباستنس اصلا موجوده مع البي جي تي وفي برازيت كاباستنس موجوده مع الوايرز وماشي ان الكاباستنس دي ثرو ار مش ده الار سي كاركترستيك اللي احنا درسناه الاسبوع اللي فات. معنى كده ان ده بقى مش هيطلع انستنتينيوس. يعني لو البولت ده بيساوي دي بي وجيت عايز ارسمه هيطلع شكله عامل ازاي؟ مع التايم هو اصلا اي تي المفروض كان يطلع مثلا كده مثلا بي سي سي صح؟ اي تي انا بقى كنت عملت ايه بسبب وجود البارازيتكس دي؟ هيبقى شكله عامل ازاي؟ صح ولا ايه؟ تمام؟ وده اللي هو معادلته قريبه من دي اللي هو تقريبا دي اوس ناقص دي على ار سي تمام؟ طيب هو انا لما باجي بعرف اللوجيك زي ما هتشوفوا بعد كده في المحاضرات على طول في التعليم عمري ما بعرف اللوجيك بقول ان هو بي سي سي يعني الواحد بتاعي هو بي سي سي لان انت ما تضمنش الراجل اللي دخل لك ده هيدخل لك بي سي سي ولا هيبقى اقل منه. انت بتعرف رينج
يعني تيجي مثلا بتقول مثلا انا هعتبر اللوج بوان بتاعي في سي سي عشان يشغل الدوائر صح شغال كل الدوائر صح ان يبقى في سي سي لحد 0.9 في سي سي ده كل ده كده اسمه لوج بوان تمام يبقى معنى كده ان الكيرف بتاعي لما يوصل للبوينت 9 ساعتها كده بدا يظهر اوت كده فعلا الواحد طلع الفي سي سي طلع صح ولا لا تمام ايه بقى التايم ده التايم ده بقى مهم جدا ايه اللي يحصل لو انا جيت والانبوت عمال لسه بيطلع كده قمت جيت غيرت الانبوت ونزلته الواحد ده لسه ما طلعش الدايره اللي بعد كده ما شافتش اصلا الواحد ده ما شفتوش يبقى ما ينفعش ان انا اغير الانبوت في اثناء الفتره دي اللي اسمها تي صح ولا لا فدي تحدد لي ايه تحدد لي ماكسيمم كلوك فريكوانسي مش انا كلوك فريكوانسي اللي هي تي كلوك دي البيريود اللي انا بعديها بغير الانبوت كل ما كلوك الجديده تيجي الانبوت بيتغير صح فيبقى دي ايه دي اللي بتحدد لي كلوك فريكوانسي انا نفسي ايه بقى في الديجيتال ديزاين ان الروتين دي تبقى مالها وليه جدا صح زيرو اللي هو يعني ساعتها انت شغال على الطير صح ولا لا عايز قليله جدا لكن غصبا عني عشان وجود البارازيتكس بس البارازيتكس دي صغيره قوي بس انت برضو التايم دومين بتاعك التايم ريزولوشن بتاعتك صغيره قوي انت دلوقتي شغال بروسيسورز جيجا صح جيجا هرتز جيجا هرتز دي يعني التايم ويندو بتاعتك بكام؟ النانو سكند صح فراكشن من النانو سكند معنى كده ان انت مش من مصلحتك يبقى معنى كده ان هو مبدئيا مش هتعرف تهمل البارازيتكس دي البارازيتكس دي صغيره بس بتاثر عشان انت ماشي ايه بالنانو سكند تاني حاجه ان انت دي بتحدد لك التكنولوجيا ايه اللي يحصل بقى لو الار سي زادت بقت كده مثلا هتاخد وقت اكتر صح والتايم زاد اكتر ودي حاجه وحشه طيب مش انا لو زودت ستيج لو هي ستيج واحده كانت ريزيستور وتبسط واحد لو جيت زودت ستيج تاني مش كاني حطيت بس تاني من بلد يبقى كده ار سي زادت لو زودت ستيج تاني مش كاني حطيت بس تاني من بلد واضح فمعنى كده ايه اللي بيحصل ان السي عماله بتزيد اللي هو الايه انا عندي حاجتين ار وسي الار ده المسار اللي انا بملى بيه المسار ده لو سالب يبقى هملى اصلا السي البول اللي انا بملاه فالسي دلوقتي عماله تزيد يبقى البول اللي انا كنت بملاه عمال يكبر صح؟ وبالتالي يحصل ايه؟ اخد وقت اطول عشان اطلع الوش فدي المشكله الاولانيه في البلان اوت ده ايه مش فاهم يعني الموضوع بتاع المبدا يعني دلوقتي ده البيبيز اللي هو ايه؟ تمام هو مش ايدي المفروض ان انت اول ما تغير الكم وتطلع لك كده تطلع لك في سي دي ما فيهاش مشكله بس اللي حصل ايه ان انت عندك ريزيستور وعندك كراسي صح فده يبقى ايه في الاخر الار سي كاركترستيك اللي احنا خدناها السكشن اللي فات سيبوا الفلتر اللي لسه اصلا ترانزيت الترانزيت بتاعك لو دخلت عليها كده حاجه فجاه تطلع ايه؟ بتطلع براحتك لان لسه عمال تشحن شحن كاركترستيك صح؟ فبقول لك دلوقتي ان انا عمال اشحن في الكراسي تمام؟ انا ماليش ايه التارجت بتاعي مش السياسي، التارجت بتاعي هو انا بس. فانا اهم حاجه عندي ان انا اوصل التارجت بتاعي، اول ما اوصل التارجت بتاعي انت لو عايز تغير الكلام تغيره، ما عنديش مشكله. تمام. لكن قبل ما اوصل التارجت بتاعي مش هشوف اصلا الاول صح؟ يعني مش هيظهر لي البوينت ماينس دي سي سي، يبقى مش هشوف الواحد. هفتكر ان في مايزر ولا اي حاجه صح؟ يبقى معنى كده ان الوقت ده هو ايه؟ اقل وقت اللي هو ايه؟ الماكسيمم فريكونسي بتاعت الكلوك ليه؟ لان انا مثلا بيبقى عندي ليه كلوك كده تمام؟ والانبوت اهو الانبوت ده لو اتغير امتى باخده في الاول؟ بعد وان كلوك صح؟ فيبقى ده معنى كده انه بيعمل ايه؟ ده بيحدد لي الماكسيمم كلوك اللي انا كنت بشتغل بيه صح انا نفسي بقى مثلا كنت بتبقى عاليه ولا ايه؟ ماكسيمم كلوك
مش تايم ماكسيمم كلوك. تايم قليل يعني ماكسيمم كلوك عايزه عاليه جدا صح؟ فهل لما اصفط ان الار سي تزيد ولا تقل؟ يا الار سي بتعمل ايه في الكيرف ده؟ مش كل ما بتزيد تقلل الكيرف يقل السلوك بتاعه يقل وبالتالي التايم بتاعه يقل يزيد. لا مش من مصلحتي خالص ان الار سي تبقى كبير لان وقت الشحن يبقى كبير بالظبط صح؟ بس فانا كنت بقول بقى لما بزود الستيج ثانيه زياده ايه اللي بيحصل للكباستور؟ ريزيستور واحد ايه اللي بيحصل للكباستور؟ ليه؟ لانه بحط واحد ده بحط معاه بارلل ومحتاج تمام؟ طيب تاني حاجه ايه؟ الفانكشناليتي. ايه الفانكشناليتي؟ التايمنج معناه ايه؟ التايمنج معناه ان انت لو اديت البدايه دي شويه وقت هتوصل للاجابه الصح مفيش كلام. لكن الفانكشناليتي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت مهما تدي الدايره دي وقت عمرها ما تشتغل. تعالوا بقى نشوف ازاي. انتوا في كيرف الدكتور رسمهولكم ولا كان عنده في السلايدز اللي هو كان بي سي اي وي اي سي صح؟ كان شكله عامل ازاي الكيرف ده؟ تمام؟ وكنا بنقول هنا مثلا اي بي 100 مللي اي بي 50 مللي 25 مللي 1 ده كيرف ايه؟ ده كيرف بيمثل الاي سي فيرسز البي سي اي. وانا لما البي سي اي تبقى صغيره جدا اقل من 0.2 كنت ببقى فين؟ في الاكتف ولا في السات؟ كنت في السات صح؟ يبقى معنى كده ان الحته دي كده ممكن اقول عليها ايه؟ سيت. والحته دي انا عند بوينت 2 صح؟ طيب بعد بوينت 2 الكيرف ده بيبقى فين؟ في الاكتف. يبقى الجزء ده اكتف تمام؟ لو انا عندي الحته دي زي ما احنا قلنا كده جراوند وعندي بي سي سي داخله على ستيج واحده وهنا برضه بي سي سي ريزيستنس وايه ترانزستور. مش احنا قلنا خلينا الكونفجريشن دي قبل شويه اللي هي دي اللي هي الكونفجريشن دي وقلنا ان الترانزستور ده يبقى سيتويشن صح؟ صح ولا لا؟ وقلنا ان ايه؟ ان كمان ايه؟ ان الاي سي تقريبا بتطلع بتساوي الاي بي تمام؟ فلو انا افترض ان الاي بي كانت ب 100 يبقى الاي سي هتطلع بكام؟ ب 100 100 دي اللي هي فين؟ اللي هي هنا مثلا تمام؟ ليه؟ عشان النقطه اللي قدام الخط ده كام؟ بيتا اي بي بيتا 100 صح ولا لا؟ مش هو في الاكتف بيبقى 100 بمعنى كده ان الاي سي كانت ب 10000 بس النقطه دي 10000 يبقى ال 100 كده تبقى فين؟ تبقى تحت خالص تمام؟ طيب يبقى الكيرف ده مش شغال على الكيرف ده، شغال بقى في اي نقطه في الكيرف؟ شغال على النقطه دي ولا النقطه دي ولا النقطه دي ولا اي نقطه؟ فين؟ حاسس لا ما انا عندي هنا عندي 100 فممكن اقطع كده واشوف يبقى انا شغال على النقطه دي صح ولا لا؟ انا شغال هنا في السات ولا في الاكتف؟ طيب انا كده الحمد لله لما ستيج واحده كنت شغال في السيت الدنيا كويسه. لو حطيت ستيج ثانيه تمام؟ لو حطيت ستيج ثانيه الاي سي بتتغير اللي ماشيه الاي سي معادلتها ايه؟ هي البي سي سي ماينس البوينت 2 على القار. هل هتتغير في الستيج الثانيه؟ يبقى هتفضل هي زي ما هي ثابته. لكن الاي بيز اللي كانت هنا يحصل لها ايه؟ هتسبلت ما بين التو ترانزستور هتخش نصها هنا ونصها هنا صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ايه؟ ان انا ما لقيتش الاي بي عندي 100 مللي، طب الاي بي عندي بقت 50 مللي، انا ما لقيتش شغال على الكيرف ده صح ولا لا؟ طيب والكرنت لسه 100 مللي، هل انا في الساتوريشن ولا في الاكتف؟ بالمنظر ده لسه في السيف يعني لحد دلوقتي لسه في الامان، زودت الستيج الثانيه بقيت 25 مللي، هل انا في الساتوريشن ولا في الاكتف؟ لسه برضه في السات صح؟ قللت لحد ما وصلت لواحد مني والاي سي ب 100 مني هفضل في الساتوريشن. ده معنى كده ان الريشيو كام؟ الاي سي على الاي بي بتساوي كام؟ 100 اللي هي كام؟ كام؟ اللي هي بي. يبقى معنى كده انا دخلت في الاكتف والاكتف كانت مشكلته ايه؟ ان البي سي اي بتاعته الكونديشن اصلا بتاعته بيبقى كام؟ اكبر من بوينت 2 بمعنى كده ان انا كل ما بخش في الاكتف البي سي عماله تزيد
ايه اللي يحصل بقى؟ المفروض الصح في الدايره دي كان يحصل ايه؟ ان النقطه دي تطلع بوينت 2 صح؟ لو طلعت وبقت لو هي بوينت 2 ودخل على الترانزستور الثاني كانت هتخليه اون ولا اوف؟ كانت هتخليه اوف، ويبقى معنى كده ان الاوتبوت اللي طالع من فوق الترانزستور ده كام؟ في سي سي صح؟ لو البوينت 2 دي زادت وبقت بوينت 7 يحصل ايه الترانزستور ده؟ اشتغل ويبقى في ساتوريشن، والبي سي سي دي تبقى ايه؟ تبقى زيرو. ده عكس